كوكو حبوباتي، كوكو حبابي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو اليوم؟ كي درتو مع هاد العيد؟ كيف داز نهاركم؟ كيف خرج حواليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يكون داز عندكم هاد النهار ماشي كيف الايام داز ان شاء الله، وكنتمنى الحوالي يكون داز في احسن الامور ان شاء الله. عيد مبارك سعيد، وباش ما تمنيتو ان شاء الله والله يفرحكم والله يسعدكم والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم احبابي. اليوم احبابي انا راك ما شفتو ما عملتش فيديو ديال العيد وهذا لاننا ما عيدناش، والحمد لله لا قسم الله راه كليناه الحمد لله. وعام الجاي ان شاء الله يكون الخير، ديما تفعلوا بالخير ان شاء الله. اللي ما عيدش هذا العام عيد مره اخرى، وبلا عيد عاوتاني كاع نهار ان شاء الله يحن عليك مولانا ويسهل عليك مولانا. عيد سيدي راسك، عيد اختي بوحدك، يعني ماشي بشرط حتى يكون العيد، عيدي نشطي فرحي مع الحباب مع الوليدات مع الخوت مع الوالدين، ماشي بالضبط حتى يكون العيد العيد ولا حتى تكون شي مناسبه عاد انا نفرح عاد نشاط عاد نبدل الجو، لا، فيما حنا الناس ديال ربي فيما فرج علينا ربي نفرحوا ونشطوا. المهم غير داكشي كيف ما قلت لكم نقسم الله وتكونوا ناشطين هذاك هو الرباح. وتخيلوا معايا كلشي موفر وما ناشط متلعبه، ايوا هذا ما عيد حتى حاجه، وماشي غير عيد، يعني اي مناسبه كتجي وكتلقاك ما فرحانش وخا داكشي راه موفر يعني متوفر ليك وانت ما فرحانش راه ما كاين والو. المهم الحمد لله على كل حال ناشطين فرحين كيف كان العيد، يعني كيف شرينا كيف ما شريناش الحمد لله والشكر لله الحمد لله على كل حال. اليوم احبابي حبوباتي غندير معاكم كيراتين طبيعي. بلا ما نقول لكم دابا المقادير خليكم معايا حتى تشوفوهم بعويناتكم وان شاء الله تجربوا وردوا عليا كالعاده. خليكم معايا ويلا نوجدوا مع بعضياتنا هاد الكيراتين هذا. يلا احبابي راكم تشدوا شعري كيف عامل، ها نقرب لكم وتشوف هانتوما شفتوا انا نطلقوا لانني دابا باغي ندخل ندوش. شفتوا راه بحال انا شويه شفتوا ناشف، ومن بعد ان شاء الله ندير لكم الوصفه ديالي ديال الحنه، لانني انا كندير غير حنه. هاد اللون اللي كتشوفوا هذا كامل هكا في الماغو والاحمر هذا كامل غير حنه، ها هو الشبر هبدا. المهم احبابي المهم حبوبات خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه ان شاء الله كيراتين طبيعي ان شاء الله تشوفوه وتجربوه وتردوا عليا. وهذا راه انا كيف ما غيخرج لي شعري كيف ما يخرج لي شعري كيف ما غنوري لكم، ما غنزيد حتى حاجه اخرى ما تكذب عليكم، ماشي زعما ندير له شي حاجه ونقول لكم ها انتما كيفاش خرج ولا هذا، يعني كيفاش يعني صدق هذاك الشيء زعما شي وصفه سحريه سحريه مثلا 100% ولا هذا. المهم انا كيف ما خرجت لي النتيجه غنوريها لكم. اوكي حبايبي حبوبتي يلا نمشيو باش نوجدوا مع بعضياتنا هاد كيراتين هذا. يلا حبايبي حبوباتي غنوريكم واحد سيرون كنعمل، يلا خديته. المهم جاني المهم صافا، يعني ماشي شي حاجه خايبه ماشي شي حاجه زوينه زوينه بزاف. المهم عجبني تقريبا 90 90%، وواحد زيت حتى هو عجبني بحال اللي تواجد. المهم انا عجبوني بجوج وبغيت نبارطاجيهم معكم، الى عجبوكم تستعملو. هذا سيرون شوف، وهذا الزيت الشحبابي قرب عليكم شوفو. بزاف الناس كيعرفوا هاد لاماركة هادي آملا، دابر آملا وهاد المهم هادو يلا خديتهم استعملتهم وعجبوني. المهم كاين محسن من هادشي، ولكن احبابي راكم عارفين كل واحد كيمشي على قد جيبو. انا خديت هادو الثمن خديت به هذا 50 درهم، وكذلك هذا 50 درهم، ما عرفتش الثمن ديالهم ما صوتش حد، يعني مشيت عند واحد وخديتهم من عنده، يعني ما مشيتش سقسيت يعني في بلاصه اخرى حتى يعني. المهم انا خديتهم هذا بجوج
50-50 يعني 100 درهم. يلا معايا نوريكم كيراتين. هانتوما حبوباتي حبايبي، شديت القشور انا بعدا، شديت القشور ملوين بالبنانة، عملت في كاسرول درت ليهم ما بعد وخليتهم كيطيب. ها هما ما باش ليكم الموه بلاش. هانتوما شفتو هما هادو راهم طابو، لانني انا ما عنديش بنان طيب. مهم خديت بنانه ها هي وقالت يا الله قلت كطيب شويه، خصها تكون طيبه البنانه اصلا هي هادي، خصها تكون بحال الشكل هذا. صافي دابا غنعكها بلا فرشات معاك وها جيدا. هانتوما صوصا غنبداكم، شو تكون اصلا هي طيبة مزيان. دابا قاصحة شو كيفاش كتمرص تتكون طيبة. اصلا راكم عارفين البنان مزيان الشعر و حتى الوجه، والله كيراتين ديال بصح البنان. البنات تنفضل السعلب انايا لما تدير عليك التان تكون تيديرها في المبات تخليوها تطلق في البوطه، يعني تخليوها هكا تغلي في البوطه حتى تطلق مزيان. غنشد داك الما ديالها دابا شويه وغنشد هكا البنات ونشد هذا الرز ونطيبو غير شويه، يعني تيولي يعني شي يرطب بزاف، يعني تيولي حتى يترخى بزاف. والبنان هكذا ودريت التان وشويه زيت الكوك، اولا انا ندير غير الزيت العاديه ما ندير زيت العود، ندير الزيت العاديه. بغيت ندير زيت العود خاصو يكون ديجا مسخنه شويه باش تحيد لنا ديك الملح. هذا راه ماشي كيراتين، هذا راه احسن كيراتين. قلت لكم هذا راه ماشي كيراتين، كيراتين طبيعي زوين على حسب داكشي اللي كان كان شي كنستعملوه على برا وهذا ما عرفناش زعما، يعني ماشي طبيعي شيميك ما كتعرفش شنو فيه يقدر يجي عليك من هنا قدام الله اعلم. كل واحد يعني الذوق ديالو، كل واحد كيفاش كيبان ليه داكشي. المهم انا اصلا كنت كندير غير هذا البنان بوحدو، شحال ما بقيت اصلا درت هاد الوصفه. هانتوما دابا معكناها مزيان، نزيدو ما تبقى راه يحل الارض ريحي. نتوما مع قاصح كيطبق. هانتوما حبابي حبوباتي شفتو توصيل ما كفهنيش، انا ناخذ بزاف اخر ناخذ الزبدة هاد شوية هكا تا هي هكا تسوي بحال كريمة. صافي دابت خلاص راه كاين الصهد. ياك غنشدو هاد البنانة هاد التفصيل عاود الخلطة. دابا اش غنزيد؟ غنزيد دابا هاد القشور لي وريتكم، نحيد الزبدة اللي سقط ليا. هاد القشور هادي
هذوك القشوه ديال البنان اللي وريتكم درتهم في الماء خرجت مثل الكره هما. ندي شويه بشويه صافي ضيع شي بركه. وحاجه واحده اخرى غنضيفها انا هي الزيت ندير ليا راسي حبابي. نمشي ندير من هذاك الزيت اللي وريتكم قبيله ندير منه هنايا نضيفه في الوصفه هذه، ولكن غادي نضيعو انا اصلا ما عنديش باش ناخذو. قلت من الاحسن يعني ندير غير الزيت عادي. ها نتوما عرفتو راه ملس. سمعتو حبابي حبوباتي قلت صافي يعني ندير غير الزيت العاديه. شوف الله ترى ملس ويلا ملس. هانتوما انا غندير غير الزيت العاديه كيف ما قلت لكم. غندير غير غلاقه هانتوما نشوفو بارك صافي حبيبي. حركو مزيان كيف ما قلت لكم احبوباتي حبابي راه كيف ما غتخرج لي ان شاء الله النتيجه غنوريها لكم. انا ما عندي حتى مشكل ما نكذب عليكم ما ندير لكم حتى حاجه. ها انتم شفتوا ها الخوانيه صافي ها والله الا راه شو راه ميد ما والله العظيم. عرفت شنو ندير انا ياك تنشد هي غير طبيعي ونزيدو هنايا نديرو في الوصفه هاي لان حتى هي غير طبيعي والا مزيان الشعر كيخليه رطب رطب رطب. جربوه جربوه ياك وفي غتشوف. المهم الوصفه ديالنا هاهي بصراحه وصفه سحريه فيها بنانه فيها قشور ديال البنان دلتهم في المبرد وخليتهم كيغلي وشديتهم من البرد طحنتهم مزيان حتى ما تصفيهم هو طحنتو صافي. خديت منه واحد شويه ها هو وبنانه مقطعه وهذا شويه الزيت ديك عاليه وشويه الزبده. ايوا نمشي نطبقو على شعري ونشوفو ان شاء الله النتيجه. المهم انا شعري راه ناشف شعري راه جاف اصلا بشرتي كامله جافه. المهم حبابي حبوباتي خليكم معايا نمشيو نطبقو على شعرنا يلا. كوكو احبابي كوكو حبوباتي كي صبحتو عرفتو راني الله فقت وقلت نوريكم هذا الشعر كيف خرج البارح. انا كنت بغيت البارح نوريكم شعري كيفاش يعني كيفاش خرج من بعد الدوش ولكن صراحه دخلت معطل الدوش وعي صافي ونعس قلت خلي حتى الصباح ان شاء الله ونوري حبابي النتيجه النهائيه. المهم حبابي المهم حبوباتي هانتوما كتشوفوا شعري كيف عامل. كنت بغيت نصيبو صراحة نصيبو نوريكم النتيجة النهائية النهائية ولكن قلت لا خلي حبابي بعدا يشوفو كيف خرج. هانتوما شوفو لا شي لا والو شي بداك خليه حتى شي نهار ان شاء الله ونديرو ان شاء الله شي وصفة فعلا تاكل ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفو هانتوما ما مصيبنا والو والله ما صيبتو شفتو
نتوما. لا راه ما مصيبش، شو راه نتوما كتشوف ما مصيبنا والو. وهاد الوصفه احبابي حبوباتي ما ديروهاش غير مره، كما تنقول لكم ديما راه اي حاجه كتعطيني النتيجه ديالها الفعاله والسحريه باش بالتكرار بالتكرار احبابي، تكرار تكرار تكرار، بيكالتي بيكالتي بيكالتي، تكرار هو اهم حاجه والله العظيم. اي حاجه في الكون كامل عملتوها مره وعاودتوها مره اخرى وعملتوها مره اخرى وغادي بحال هكذا، اقسم لكم بالله والصبر، اذا ما كنتيش صبور ما كنتيش صبوره ما كنتيش كتصبر راه ما عمرك غديرش حاجه، يعني غديرها المره الاولى السلام عليكم تقدات يدك ما قداتش الله يعاون، حيد جيب حاجه اخرى. فهمتوا احبابي؟ قلت لكم اي حاجه بالتكرار سبحان الله. هانتوما شوفوا تعرفتي مثلا شي ولد تعرف على شي بنت مثلا وصافي غير المره الاولى عجباته، انا تنقول هاد الدري عجباته شي بنت، المره الاولى جات معها ما عطاتوش وقت مثلا او لما ما بغاش تهضر معاه او المهم شوف هي علاش ما بغاش تهضر، واش هو صافي غادي يمشي ينسحب؟ اكيد ما كينسحبش، كيحاول المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه حتى كتهضر مع هاد البنت هادي. ايوا اي حاجه خصنا نعاودوا فيها باش تبان النتيجه ديالها، الا عملناها مره واحده اديوس ما تبان لنا حتى حاجه، واخا تكون هذيك الحاجه راها زوينه. كنتمنى احبابي حبوباتي الوصفه ديال اليوم كنتمنى تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله تجربوها وردوا عليا ان شاء الله وقولوا لي كيف جاتكم، واش كتستحق يعني تستعملوها او لا. لا المهم احبابي ما تنسونيش كالعاده لايك 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 لايكات والتشجيعات والتحفيزات ديالكم وكذلك التعليقات ديالكم زوينه المحفزه، ما تنسونيش وما تنساوش راكم ديما جوا قلبي، راكم ديما في القلب، خليت لكم الراحه وردوا لي البال راسكم وقولوا بصحتكم وراحتكم وعندكم تكثروا من اللحم، ديروا مره الخضره ديروا الديسير اللحم دجاج اذا كان الحوت مثلا، يعني نوعوا ما تكاوش على حاجه وحده مثلا اللحم وتبقاو عاطين ولا طاك في التالي الله يستر انسان ضروا المعده ديالو وكرشو ويولي عاوتاني في حاله يرتلعها. بصحتكم وراحتكم وعواشركم مبروكه ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله، وراني ديما كنحبكم، خليت لكم الراحه وربي معاكم، باي 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 حبايبي باي.